وبنرحب دلوقتي مشاهدينا بالاستاذ محمود الحجر، مسؤول مؤسسه صناع الخير للتنميه. اهلا بك يا استاذ محمود. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. طبعا انا عارفه ان النهارده مؤسسه صناع الخير مشاركه يعني بمجهود كبير جدا. انا عايزه اعرف النهارده مبادره كتف في كتف يعني بيتم اطلاقها النهارده، مشاركتكم عامله ازاي ونشاطكم عامل ازاي؟ يمكن احنا بنتشرف ان مؤسسه صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، وفي اطار قطار خير التحالف وانطلاق مبادره كتف في كتف، مؤسسه صناع الخير مشاركين النهارده بكراتين مواد غذائيه وبطاطين. تمام، التوزيع بيتم ازاي يا استاذ محمود؟ التوزيع بيتم على الاسر الاكثر احتياجا بالتنسيق مع قيادات التحالف ومديريه التضامن الاجتماعي بالمحافظه. تمام، حتى هتوزعوا بقى النهارده هتبداوا منين وتوصلوا لغايه فين على اليوم يخلص؟ النهارده هنتحرك هنا من مدينه شرم الشيخ لطور سيناء، وده وان شاء الله تبقى اول نقطه معانا في التوزيع باذن الله. طيب عايز اسالك سؤال بقى يعني خاص بانضمامكم بعد كل هذه الفتره للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، ازاي فرق طبعا التوزيع والنشاط بشكل عام، ازاي فرق معاكم انضمامكم النهارده وكمان بعد اطلاق هذه المبادره، مبادره كتف في كتف؟ الموضوع بقى مختلف ازاي خلينا نقول من سنه لغايه دلوقتي؟ لا طبعا الامر مختلف تماما طبعا، وشرف كبير لاي مؤسسه ان انا اشتغل تحت مظله التحالف الوطني، ويمكن احنا مشاركين في اكثر من فعاليه بجانب قطار خير التحالف وكتف في كتف، وان شاء الله مشاركين في انطلاق مبادره كتف في كتف في استاد القاهره يوم 17 ان شاء الله، مشاركين ب 4000 متطوع بجانب التوزيع في المحافظات باذن الله. يعني في 4000 متطوع ان شاء الله يكونوا معانا في مبادره كتف في كتف من صناع الخير للتنميه ان شاء الله يوم 17 مارس. باذن الله في استاد القاهره باذن الله. ان شاء الله في انتظاركم وفي انتظار طبعا يعني اعمالكم الجميله تحت مظله التحالف الوطني. وشكرا لحضرتك، شكرا جزيلا، هسيبكم بقى تكملوا شغلكم. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم.